سيدات سادتي، بحييكم وبرحب بكم دايما في برنامجنا 10 على 10. أصدقائنا المشاهدين في البيت أيضا بنحييكم وبنشكركم إن أنتوا بتتابعونا ومنتظريننا دلوقتي، وحنبتدي برنامجنا على طول ونرحب بضيفتنا النهاردة الفنانة مها صبري. نقول لك كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه والمشاهدين طيبين والضيوفنا اللي معانا طيبين. نبتدي بحاجه تخص المطربه مها صبري. سؤال سريع عشان نعرف بس هنقول ايه. لو خيروكي وقالوا تسيبي الغناء تماما وتتجهي للتمثيل والتمثيل فقط، تقولي ايه فورا؟ امثل. موافقين؟ الجمهور موافق. موافق. الجمهور على فكرة أول ما شافني كفنانة شافني ممثلة مش مغنية. يعني أنا غنيت بعد ما عملت تقريبا يمكن حوالي 4 أفلام. بس 4 أفلام. صح؟ بتغني. صح؟ 4 أفلام كانت بتغني فيهم. لا يعني بس كنت بغني في الأفلام بس، يعني ما كانتش لسه ولا غنوة ليا اتذاعت في الراديو مثلا. في الإذاعة بتغني في الأفلام وتغني في البرامج. ممكن يعني ممكن نسمع حاجة دلوقتي؟ غني بالافلام والبرامج. وبعدين بقى انت دايما تاخديني كده على مشامي وتقولي لي غني. تحبي نقول لهم نسمع ايه ولا انت تقولي؟ انا عارفه هم هيقولوا ايه. انا شايفه عمال يشاور لي ويقول لي امسك، ماسك لي ايده، يعني معناها ايه؟ يعني امسكوا الخشب مش كده؟ لا لا لا، نقول حاجه جديده احسن. بمناسبه شهر رمضان. ليه بتقولي احسن؟ يعني مع ان امسكوا الخشب دي المفروض نمسك الخشب، لان ايه كانت زي ما نقول بدايه جديده. ما هو يعني طب نبتدي بدايه جديده تانية هنفضل ماسكين عليها يعني ولا ايه الحكايه يا رب؟ لا بس هم نفسهم يسمعوا امسكوا الخشب لان هم حافظينها وهيقولوا معانا. هتغنوا معايا؟ هتغنوا؟ خلاص يعني هتسمعوني صوتكم؟ طب قولوا اه. الله. طب كويس، يلا مصرين على انكم اقول لكم امسكوا الخشب؟ حاضر. قولوا على كيفكم، قولوا مش هيهمنا، قولوا على كيفكم، قولوا مش هيهمنا، حبنا راح يفضل واحنا لبعضنا. ما تقولوا، قولوا على كيفكم، قولوا مش هيهمنا، قولوا على كيفكم، قولوا مش هيهمنا، حبنا راح يفضل واحنا لبعضنا. قلتوا يا ما قلتم احنا هو سوا، قلتوا يا ما قلتم احنا هو سوا، خليكم براحتكم وكبر اكبر يا هوا، وامسكوا الخشب يا حبايب، امسكوا الخشب لحسن نتحاسد يا حبايب على اهون سبب، امسكوا الخشب يا حبايب، امسكوا الخشب لحسن نتحاسد يا حبايب على اهون سبب. احنا فعلا ايه كلنا شايفين ماسك الخشب وقاعد كده. مدام مها، لو سالتك اسئله كده سريعه، اول سؤال، اكتر بلد زرتيها او ترددتي عليها؟ الحقيقه انا ترددت على بلاد كتير قوي، يعني زرتهم كذا مره، اكثر يعني كل بلد زرتها اكثر من مره يعني. انما يعني السؤال ده ليه؟ لا عايزه اعرف. تحبي اقولهم لك كلهم؟ لا يعني قولي لي عشان اللي هتقوليه هقول عليه سؤال تاني. يعني مثلا انا رحت اليونان ورحت باريس ورحت، يبقى اليونان. لا لا، رحت لندن ورحت ورحت. طب ناخد اليونان على اساس اول بلد. لو قلت لك اشهر موسيقى سمعناها من اليونان ومؤلفها؟ زوربا اليوناني. صح. والمؤلف؟ لا ما اعرفوش. مش مشكلتي دي. مش مشكلتها. مين؟
يعني متهيألي تيودوراكس اسمه؟ ما اعرفش والله. مدام مها، انا معايا ضيف النهارده، وضيفنا زملكاوي زيي، مش عارفه ابا عن جدا ولا هو لوحده. مدام مها صبري زملكاويه، يعني زملكاوي يمين وزملكاوي شمال وزملكاوي في النص برضه. الكابتن فاروق جعفر. اهلا يا كابتن. كابتن فاروق جعفر لعب كم ماتش؟ دولي ولا كم ماتش عموما؟ لا يعني كم لو مباراة؟ كم مباراة؟ دولية ومحلية. دولية بقى انا متهيألي ايه اكتر واحد في عصري لعبت دولي، يعني انا لعبت حوالي 88 مباراة دولية. 88 مباراة، ده بقى رقم يعني صعب يعني. راضي عن كم مباراة فيهم؟ شايف زملكاوي، في واحد زملكاوي بيقول لي كله. هو رد عنك؟ هو في الحقيقة يعني في انا مباراتي الدولية افضل من مباراتي المحلية، يمكن دايما باسم مصر ده قدامي، فبحاول بقدر امكاني ادي كل اللي عندي. كابتن فاروق جعفر جاب كام جون؟ العدد في الليمون بقى. لا ضروري تبقى فاكر، دول زي اولادك يعني، يبقوا المفروض كل واحد حتى لو واحد عنده مثلا 10 اولاد ضروري يبقى فاكر اساميهم. على هو للاسف بقى المفروض الاجوال واللي يحسبها يبقى في ناس في النادي بتحسب لكل لعيب بيجيب كم جول في حياته وكم مباراه دوليه وكم هدف في مباريات دوليه وكم هدف في مباراه محليه، لكن للاسف الحاجات دي في مصر مش موجوده في الانديه. طب اكتر ماتش جبت فيه يعني اجوان؟ كنا بلعب المنصوره سنه 73 او 74، جبت 3 جوال، كسبنا يوميا 3-0. انت اللي جبتهم لوحدك. دلوقتي انا عايزه اقول حاجه سريعه جدا، انا عايزه نتبادل او انتوا تتبادلوا، مش الاماكن، تتبادلوا الوظائف او الهوايات. اذا كنا نقدر نقول عليها هوايات، لان هي طبعا مش احتراف. مش هتغني؟ شوف على طول لازم تغني بقى، فهمها وهي طايره زي ما انت تغني وانا العب ماتش. رايك؟ فانا هدي لك الميكروفون، انت تسالها سؤال وهي يعني انت تطلب منها حاجه وهي تطلب منك حاجه. ماشي. طب هي طبعا حضرتك تفضلي. اتفضلي. عايزاه يغني فيها جون، مش كده برضو؟ انطر يلا وخد لك مطرح، انا هدي لك اوعى تسرح، فيها جول فيها جول فيها. يا عيني على صوتي يعني، انا مفيش بعد كده. الفرقه كام لعيب في الملعب؟ 11. اصل المذيع بيقولهم على فكره، فانا بقى حافظاهم من 11 بيلعبوا وفي بدلاء قاعدين على الخط. بشوفهم كده قاعدين على حرف النادي كده، بيتهيألي بين 4 و5 تقريبا. 5 على حرف الملعب. على حرف النادي دي بقى صعبه قوي. يبقى حرف الملعب. مظبوط. دلوقتي هم الاثنين، هو رد على السؤال وهي ردت على السؤال، في حد ياخد فيهم 10 على 10؟ مدام مها ما تاخدش 10 على 10، تاخد كام؟ 2 بس؟ يعني فاروق جعفر؟ فاروق جعفر؟ يا مدام نجوى بقولوا لك الاثنين، عايزه اضيع حقي ليه بس؟ حرام يعني. احنا الاثنين؟ احنا الاثنين؟ طب زعقوا شويه عشان يسمعكوا. مدام مها ممكن تسحبي رقم من هنا واللي هيطلع لك هتقبضيه. أيوة. اكيد مش هقبض حاجه. لا 10 جنيه مش هقبض حاجه، انا متاكد. 10 جنيه برافو مسعد. 20 جنيه طبعا. مسعد الزهر اسم حضرتك الحقيقي؟ مسعد؟ لا شراره. شراره. لا شراره مش انا. 25 جنيه. بنشكر ضيوفنا ومعانا لاخر البرنامج، بنشكر كابتن فاروق جعفر، الف شكر.